السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار غادي نتحدثوا على واحد المرض اللي كيصيب الأرانب، اللي هو تسمغ الأذن، اللي هي عبارة عن قشور كتكون في الأذن ديال الأرانب. هذه القشور راه هي في الحقيقة عبارة عن جرب. لتفادي هذا المرض هذا كاين هذا الدواء سميتو بلو دو ميثيلين، بالإضافة إلى واحد الإبرة كتشريها من فرماسيان أرخص مما يكون، كدير 2 دراهم، كيعطيك واحد الكمية ديال سنتيم واحد، كدق الإبرة، هاد الإبرة كدقها الأرنب ديالك في العنقرة ديالو، يعني جهة العنق، سهلة ماشي شي مشكل. هي الإبرة كدقها مائلة، وبالإضافة كاين هاد الدواء هذا كديرو لهم، هو عبارة عن تقطيرة رشاش، الحقيقة هو رشاش اللون ديالو أزرق، داير بحال المداد ديال الستيلو. هاد التقطيره ملي كديرها لهم النهار الاول كيبقاو نفضوا الاذن ديالهم، النهار الثاني الثالث الرابع ان شاء الله ما كيبقاش هذاك المرض. وهاد القشور اللي كتكون في الاذن ديال الارانب حاولوا ديما تراقبوها لانها معديه. انا ما بغيتش نخلعكم، ولكن هاد المرض ملي تبغوا تشريو الارانب ديالكم او يكونوا عندكم الارانب في الدار ديالكم او في المزرعه ديالكم، حاولوا انكم تقلبوا لهم الاذن ديالهم، لان يكون فيهم هذا المرض ديال تسمم الاذن. الخطا الشائع اللي كيديروه غالبيه الناس او المبتدئين انهم كيشدوا النتاف وكيبقاو يجبدوا هذوك القشور من الاذن. هذه الطريقه حاولوا انكم ما ديروهاش، لانهم كتجرحوا الاذن ديال الارنب، بالتالي انه كيبقى هذاك الجرح كيوجعهم كيكولهم واحد الالتهاب، وهذا خطر على الصحه ديالهم لانهم ما كيبقاوش مزيانين. بالاضافه هذا تسمم الاذن ان نكونوا متاكدين ان لا الانثى ديال الارنب كتبقى مرتاحه، ما كتبقاش تهتم بالصغار ديالها مزيان، كتحسوا بها كتبقى تحك بزاف، انتم ما كتعرفوش سمو، ما عارفينش سمو فيها، وهو كيكون هاد القشور هادو كيكونوا سادين لها الاذن ديالها مسكينه. ديما راقبوا الارانب ديالكم. هذا النوع من الجرب في الحقيقه راه كيتزاد وكيعدي من واحد لواحد، يعني هاد القشور هذه الا لاحظتوا الا كان غير ارنب واحد فيه هاد القشور في الاذن ديالو كيبقاو بعدا هو كيبقى دوك القشور كيبقاو يتزادوا وكيعدي الارانب اللي معاه. اما بهذه الطريقه هذه سهله، هاد العبوه هذه هاد الدواء كيدير 20 درهم، 20 درهم كونوا متاكدين انكم ما غاديش تساليوه كاع، كديروا منه لمده 4 ايام، رشه وحده في النهار ورشه في الليل، كونوا متاكدين انه هذوك الجرب ما غاديش يبقى. هذا الدواء سميتو بلو دو ميثيلين، بالاضافه طلبوا من البيطاري ديالكم يعطيكم واحد الابره كيعمر لكم فيها، كتبع هي بالديتاي كيعمر فيها سنتيم، كدقوها لهم وان شاء الله ما كيبقاش هذا المرض. وان شاء الله غادي نديروا واحد الدوره تدريبيه، كل خطره نبقى نعطيكم معلومه جديده، وانا مستعد انني نجاوب على التعاليق ديالكم. مرحبا بكم في قناه دي دو سامدي، السلام عليكم، ساندونا تكيو على زر جيم وشاركوا معنا، وكل مره معلومه جديده ان شاء الله.